بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة الدراسات الاجتماعية. النهاردة الاختبار الثاني على نماذج التاريخ المصري الحديث والمعاصر. سؤال الأول، اختر الإجابة. بدأ تجنيد أولاد العمد ومشايخ البلاد في عهد سعيد باشا، الخديوي إسماعيل، الخديوي توفيق، إبراهيم باشا. الإجابة الصحيحة سعيد باشا. قاد نقط مظاهرة عبدين السلمية عام 1881 ميلادية محمود سامي البارودي، علي الروبي، أحمد عرابي، محمد عبيد. الإجابة الصحيحة أحمد عرابي. قام مصطفى كامل بتأسيس جريدة نقط عام 1900 ميلادية، الوقائع المصرية، المؤيد، اللواء، الأهرام. الإجابة الصحيحة اللواء. فشلت القوات البريطانية في دخول مصر عن طريق نقط عام 1882 ميلادية، كفر الدوار، التل الكبير، كفر الزيات، الإسكندرية. الإجابة الصحيحة كفر الدوار. رفض نقط مشروع مد امتياز شركة قناة السويس عام 1910 ميلادية، مصطفى كامل، طلعت حرب، أحمد عرابي، محمد فريد. الإجابة الصحيحة محمد فريد. كان أحمد عرابي عضوا بارزا في جمعية الجامعة المصرية، الوفد المصري، مصر الفتاة، عابدين. الإجابة الصحيحة مصر الفتاة. دخل الإنجليز نقط في 14 سبتمبر 1882 ميلادية بعد معركة التل الكبير، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية، القاهرة. الإجابة الصحيحة القاهرة. تم عزل اللورد كرومر من منصبه عقب حادثة الإسكندرية، أبي قير، دينشواي، كفر الدوار. الإجابة الصحيحة دينشواي. خرج الجيش والشعب في 9 سبتمبر 1881 ميلادية لتقديم مطالب الأمة إلى الخديوي إسماعيل، الخديوي توفيق، إبراهيم باشا، سعيد باشا. الإجابة الصحيحة الخديوي توفيق. بعد الاحتلال البريطاني لمصر أصبح الحاكم الفعلي للبلاد هو الخديوي توفيق، المعتمد البريطاني، أحمد عرابي، ديليسيبس. الإجابة الصحيحة المعتمد البريطاني. من مطالب الأمة في مظاهرة عابدين 1881 إسقاط وزارة شريف باشا، رياض باشا، سعيد باشا، نبار باشا. الإجابة الصحيحة رياض باشا. من الزعامات الوطنية التي شاركت أحمد عرابي في الثورة العرابية محمود سامي البارودي، مصطفى كامل، محمد فريد، سعد زغلول. الإجابة الصحيحة محمود سامي البارودي. من أسباب التدخل الأجنبي في مصر المراقبة الثنائية، القروض، الامتيازات الأجنبية، كل ما سبق. الإجابة الصحيحة كل ما سبق. عقدت نقط الاتفاق الودي عام 1904 ميلادية إنجلترا وفرنسا، إنجلترا وروسيا، فرنسا وألمانيا، إنجلترا وأمريكا. الإجابة الصحيحة إنجلترا وفرنسا. بدأ أحمد عرابي كفاحه ضد استبداد النظام التركي منذ عهد سعيد باشا، الخديوي إسماعيل، الخديوي توفيق، طلعت حرب. الإجابة الصحيحة الخديوي إسماعيل. قامت نقط باحتلال مصر عام 1882 فرنسا، ألمانيا، روسيا، إنجلترا. الإجابة الصحيحة إنجلترا.
أسس مصطفى كامل الحزب نقط المصري عام 1907، حزب الوفد، الحزب الوطني، حزب الإصلاح، حزب الأمة. الإجابة الصحيحة الحزب الوطني. حاول مصطفى كامل اكتساب الخديوي نقط إلى صفوف الحركة الوطنية: إسماعيل، توفيق، عباس حلمي الثاني، سعيد. الإجابة الصحيحة عباس حلمي الثاني. تولى زعامة مقاومة الاحتلال البريطاني عام 1908 بعد مصطفى كامل: أحمد عرابي، محمد فريد، سعد زغلول، عمر مكرم. الإجابة الصحيحة محمد فريد. تم اختيار سعد زغلول وزيراً لنقط عام 1910: الزراعة، المعارف، الحقانية، المالية. الإجابة الصحيحة الحقانية. قاد نقط الكفاح ضد الاحتلال البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى: مصطفى كامل، محمد فريد، سعد زغلول، أحمد عرابي. الإجابة الصحيحة سعد زغلول. اشتركت المرأة لأول مرة في التاريخ في ثورة القاهرة الأولى 25 يناير 23 يوليو 1919. الإجابة الصحيحة 1919. تم نفي سعد زغلول في مارس 1919 للمرة الأولى إلى جزيرة مالطا، فرنسا، بريطانيا، سيشل. الإجابة الصحيحة إلى جزيرة مالطا. تم نفي سعد زغلول للمرة الثانية إلى جزيرة مالطا، فرنسا، بريطانيا، سيشل. الإجابة الصحيحة إلى جزيرة سيشل. عقد مؤتمر الصلح في مدينة لندن، باريس، روما، نيويورك. الإجابة الصحيحة في مدينة باريس. أسس نقط بنك مصر عام 1920: أحمد عرابي، مصطفى كامل، طلعت حرب، سعد زغلول. الإجابة الصحيحة طلعت حرب. تشكلت أول حكومة دستورية برئاسة نقط عام 1924 ميلادية: أحمد عرابي، مصطفى كامل، طلعت حرب، سعد زغلول. الإجابة الصحيحة سعد زغلول. عمل الزعيم نقط محرراً في جريدة الوقائع المصرية: أحمد عرابي، مصطفى كامل، طلعت حرب، سعد زغلول. الإجابة الصحيحة سعد زغلول. احتل الإنجليز القاهرة بعد هزيمة عرابي عند كفر الدوار، التل الكبير، الإسكندرية، الإسماعيلية. الإجابة الصحيحة التل الكبير. تخلت فرنسا عن تأييدها لمصطفى كامل بعد نقط عام 1904 ميلادية: اتفاقية العريش، اتفاقية لندن، اتفاق باريس، الاتفاق الودي. الإجابة الصحيحة الاتفاق الودي. تولى محمد فريد زعامة الحزب الوطني عاقب وفاة نقط عام 1908: طلعت حرب، مصطفى كامل، سعد زغلول، علي الروبي. الإجابة الصحيحة مصطفى كامل. دعا نقط إلى إنشاء المدارس الليلية لتعليم الفقراء: طلعت حرب، مصطفى كامل، سعد زغلول، محمد فريد. الإجابة الصحيحة محمد فريد. تولى سعد زغلول نظارة نقط عام 1906: الحقانية، الزراعة، المالية، المعارف. الإجابة الصحيحة المعارف. أصدر الرئيس الأمريكي نقط مبدأ تقرير المصير: جورج واشنطن، روزفلد، ويلسون، كينيدي. الإجابة الصحيحة ويلسون. صدر أول دستور مصري عام 1922
1921، 1923، 1924. الإجابة الصحيحة 1923 ميلادية. تشكلت أول حكومة دستورية برئاسة سعد زغلول عام 1922، 1921، 1923، 1924. الإجابة الصحيحة 1924. أنشأ طلعت حرب بنك مصر لتحقيق الاستقلال السياسي، الاستقلال الاقتصادي، الجلاء، كل ما سبق. الإجابة الصحيحة الاستقلال الاقتصادي. وصل أحمد عرابي إلى رتبة أمير لاي في عهد فاروق، سعيد، إسماعيل، توفيق. الإجابة الصحيحة في عهد توفيق. السؤال الثاني بمتفسر قيام الثورة العرابية بسبب ازدياد التدخل الأجنبي في شؤون مصر، الامتيازات الأجنبية التي منحتها الدولة العثمانية للأجانب، تسريح الكثير من الجنود والضباط المصريين، سوء أحوال المصريين الاقتصادية بسبب كثرة الضرائب المفروضة عليهم. السؤال الثاني ازدياد التدخل الأجنبي في شؤون مصر بسبب القروض المالية والامتيازات الأجنبية والمراقبة الثنائية. السؤال اللي بعده التفاف الجيش والشعب حول أحمد عرابي لعرض مطالب الأمة على الخديوي توفيق، اتصال مصطفى كامل بالدول الأوروبية لمساعدة مصر في تحقيق الاستقلال، سوء أحوال المصريين في عهد وزارة رياض باشا بسبب فداحة الضرائب المفروضة عليهم وعدم توزيعها توزيعا عادلا، دبرت إنجلترا بعض حوادث الإسكندرية لتكون دليلا على عدم قدرة عرابي على إقرار الأمن وحفظ النظام في البلاد، أسس مصطفى كامل جريدة اللواء لكشف المزاعم الإنجليزية وسياسة الاحتلال في مصر، أنشأ محمد فريد المدارس الليلية لتعليم العمال والفقراء مجانا، عقد الاتفاق الودي بين إنجلترا وفرنسا عام 1904 لإطلاق يد إنجلترا في حكم مصر مقابل إطلاق يد فرنسا في حكم المغرب، قيام ثورة 1919 بسبب ازدياد الوعي القومي والدعوة إلى التحرر من الاستعمار، الإجراءات العنيفة التي فرضها الاحتلال البريطاني على مصر أثناء الحرب العالمية الأولى، إعلان الرئيس الأمريكي ويلسون لمبادئه ومنها حق الشعوب في تقرير مصيرها، إنشاء طلعت حرب بنك مصر بسبب تمويل المشروعات الوطنية وتحقيق استقلال مصر الاقتصادي، ارتباط استقلال مصر السياسي باستقلالها الاقتصادي، لأن الاستقلال السياسي لن يتحقق إلا بتحقيق الاستقلال الاقتصادي، لأن الاستقلال الاقتصادي يجعل الدولة غير خاضعة للسيطرة الأجنبية. إن شاء الله الدرس القادم الاختبار الثالث البيئة الساحلية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.